مشاهدي تلفزيون أدال، نحييكم ونقدم لكم تغطية خاصة لفعاليات المؤتمر الثامن للاتحاد العام للطلاب الإريتريين في السودان، حيث تمت تغطية فعالية المؤتمر بالتعاون مع وكالة زاجل الإريترية للأنباء. ويتضمن البرنامج كلمة للأستاذ خالد إسماعيل الرئيس السابق للاتحاد، هنأ فيها القيادة الجديدة التي تسلمت المسؤولية بعده بعد انتخابها ديمقراطيا من المؤتمر الثامن، وكذلك مقتطفات من فعالية المؤتمر وكلمات الضيوف وتكريم الخريجين والخريجات وفواصل غنائية. نتمنى أن تقضوا مع فقرات برامجنا وقتا طيبا. ويسعدنا أن نذكر المشاهد الكريم بأن هناك في موقع قناة أدال في اليوتيوب إمكانية التعليق على البرامج التي بثت، لذا ننتظر من الجمهور الكريم ألا يبخل علينا بآرائه ونقده البناء وتقديم المقترحات الإيجابية التي ستساعدنا بلا شك في تطوير أدائنا وإيصال رسالتنا الإعلامية إلى الجمهور الكريم. متمنين لكم مجددا أن تجدوا فيما نقدم المتعة والفائدة، فإلى فعاليات المؤتمر الثامن للاتحاد العام للطلاب الإريتريين. ما عاد جفاحك يا وطني، فصحات نضال مصرية، ما عاد جفاحك يا وطني، صفحات نضال مصرية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر أجزله لتلفزيون أدال لإتاحته لهذه الفرصة للحديث عن الاتحاد العام للطلاب الإريتريين في السودان بمناسبة انعقاد المؤتمر العام الثامن في 9 مارس 2017، حيث تأسس الاتحاد في 8 مارس 1991. وما بين 9 مارس 1991 والثامن من مارس 1991 والتاسع من مارس 2017، يتكأ الاتحاد على سفر حافل بالإنجازات وبعض الإخفاقات التي لا يخلو منها أي عمل إنساني. نبارك للاتحاديين حيثما كانوا انعقاد المؤتمر العام الثامن، ونتمنى لقيادة الاتحاد التشريعية والتنفيذية الجديدة مزيدا من الإنجازات ومعالجات أكثر الإخفاقات التي صاحبت عمل الاتحاد في الفترة الماضية. الشكر أجزله لكل من وقف خلف الاتحاد وخلف المؤتمر وخلف إنجاح المؤتمر، ابتداء باللجنة التحضيرية والداعمين والحضور والمؤتمرين. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وكل عام وأنتم بخير، ونحن نعيش هذه الأيام ذكريات معركة تجربة التاريخية التي كانت البداية الأولى للتحرير والاستقلال الذي تم في 24 مايو. والاتحاد العام للطلاب الإريتريين في السودان كان دائما يقف مع الوطن في المحكات الكبرى التي تمر به عبر المسيرة الطويلة. لذلك نهنئ أنفسنا ونهنئ الشعب الإريتري في كل مكان بهذه المناسبة العظيمة، ونترحم على شهدائنا الأبرار، ونسأل الله أن يحفظ من بقي منهم على قيد الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالجمع الكريم، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، مكتب السودان، أبناء العفر، الاتحاد الوطني الإريتري، الأحزاب الإريترية، الاتحاد العام للطلاب السودانيين، منظمة رعاية
الطلاب الوافدين، الأخ الرئيس الأسبق للاتحاد العام للطلاب الإريتريين موسى سليمان. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله ومنه تتحقق الغايات والمقاصد. إنه من دواعي سروري أن أقف أمام حضراتكم أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني في التحضيرية، فمرحباً في التحضيرية، فمرحباً بكم في فعاليات افتتاح المؤتمر العام الثامن للاتحاد العام للطلاب الإريتريين. يسرني باسم اللجنة التحضيرية أن أشكركم جزيل الشكر على تلبيتكم الدعوة وتحملكم مشاق الحضور والمجيء والتنقل إلى ها هنا لحضور هذه التظاهرة الطلابية الثقافية الإريترية، فحللتم أهلا ونزلتم سهلا وألف مرحبا. السادة الحضور، لقد تحملنا التكليف بالتحضير لهذا المؤتمر، وعقدنا العزم أن ينجز هذا الأمر بأبهى صوره حتى يليق بمقام هذا الاتحاد وتاريخه ومكتسباته. فكان وضع خطة العمل وتقسيم المهام ولنبدأ المرحلة العملية ووضع النقاط على الحروف، فكان إعداد 3 أوراق الورقة المستقبلية وخطاب الدورة بشقيه الأدبي والمعني، والوقوف على ورقة الدستور لنبدأ المرحلة الثالثة، وهي عملية الاتصال بفروع الاتحاد لتصعيد العضوية المشاركة انطلاقا من البحر الأحمر ومرورا بكسرى والقربة والغضارف والغربور والجهد الأكبر في ولاية الخرطوم، أن حتى اكتملت صورة المشاركين في هذا المؤتمر. إخواني المؤتمرين، المسؤولية في أعناقكم، أنتم من ترسمون خارطة الطريق لمستقبل هذا الاتحاد انطلاقا من هذا المؤتمر، فقد أعددنا لكم ما يلزم من أوراق مساعدة ولوائح واضحة. نوصيكم بالنقاش الهادف والنقد البناء والمشاركة الإيجابية، سائلا المولى عز وجل أن يكمل هذا الجهد بالنجاح الباهر ويسدد رشدكم لاتخاذ القرارات الصائمة، فهو ولي ذلك. وفي الختام، انطلاقا من مسؤولياتنا، نوصيكم أيها الجمع الكريم بهذه النقاط حتى التي سوف تكون مرتكزا أساسيا لانطلاق هذا الاتحاد وإعادة سيرته الأولى. أولا، دعم العملية التعليمية لأبناء إريتريا. ثانيا، دعم المناشط وبرامج الاتحاد الثقافية. ثالثا، تسهيل تنفيذ برنامج الاتحاد في أرض الوطن.
رابعا رعاية الاتحاد حتى يقوم بدوره ويحقق أهدافه. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بممثل تنظيم الإمارات لعفر البحر الأحمر، ونرحب بممثل مدرسة اللاجئين الإريتريين الثانوية، ونرحب أيضا بالباشمهندس عمار محجور ممثل منظمة رعاية الطلاب الوافدين، فأهلا ومرحبا. طالما كان لها اليد الأولى في إنجاح كل المهرجانات والفعاليات التي قام بها الاتحاد العام للطلاب الإريتريين في السودان، حلقوا بنا في الآفاق القاصية وزين الدانية منها عوناً وسنداً. لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقف أمامهم إجلالاً وتقديراً، وأن نرمي أيدينا بالتصفيق لهم تقديراً وإحتراماً. السادة منظمة رعاية الطلاب الوافدين، عنها السيد المهندس عمار محجوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الجمع الكريم، الطلاب وكل الضيوف. احنا سعيدين كمنظمة رعاية الطلاب الوافدين نكون بين اخواننا الاتحاد العام للطلاب الإريتريين بالسودان. وكما نعلم ان احنا في منظمة رعاية الطلاب الوافدين هي الجهة المعتمدة التي تسجل كل الكيانات للطلاب الوافدين في السودان، حتى تكون كيانات رسمية مسجلة محترفة لدى الدولة. وإحنا في تنسيق تام مع أخواننا في الاتحاد العام للطلاب الإريتريين بالسودان، وإحنا سعيدين جدا لوجودهم وفي هذه لقيام هذا المؤتمر في هذا العام، ونتمنى أن يستمر هذه المؤتمرات سنويا. وإحنا كمنظمة رعاية الطلاب الوافدين في كامل الاستعداد لتقديم المنح الدراسية للطلاب الإريتريين بالسودان، ومنحهم بكل المنح بكل المجالات من المجالات العلمية والأدبية، وأيضا بدعمهم لمناشطهم وبرامجهم إن شاء الله في هذا العام بإذن الله تعالى. ومن الآن ممكن طوالب مباشرة بعد المؤتمر وتكوين المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام للطلاب الإريتريين يكونوا معنا في المكتب حتى نوفر لهم كل الفرص احنا ممكن نقدمها لهم ان شاء الله باذن الله تعالى. وهكذا منظمه رعاية الطلاب الوافدين دائما يقدم الدعم والسند لكل الطلاب الوافدين، وليس للإريتريين فقط، لكل الطلاب الوافدين الذين وفدوا واتوا الى السودان لتلقى العلم والتعليم. ونحن ان شاء الله في سبيل ذلك نشيد بهذه الترتيبات وهذه المؤتمر الكبير ان شاء الله في جلسته الافتتاحيه، ونقول لهم إن شاء الله إحنا معكم قلباً وغالباً بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الخريج عبد الله الصالح حاج، آلاف الكهاني والتبريكات. محمود، ألف ألف مبروك التخرج. الجميل الرجيم نحن يوم تبشر به الغيمة، لما تمطر يوم علينا والفرح يملى المدينة والبيوت الحزينة. الخريج خالد هم التعلم الفضول. الخريج
محمد. ألف ألف مبروك. الخريج الرائع دوما عز الدين محمد علي. الخريج ضياء الدين عثمان بن تلاي. الخريج عمر صالح سراجة. ألف ألف مبروك التحدي بمناسبة التخرج. حسبي بأنك سيدي جهرا أنادي باسمك المنسوج في برد التوهج والجمال. حسبي لقاؤك في عيون الناس في بلدي جنوبا او شمالا يشبهونك مشيه او قامه او سمره لكنهم واولئك انا لا يشبهونك في الخصال. انه الخريج هاشم محمد سعيد. الاف التهاني والتبريكات. السماء دنيانا بأريج العلم ونفحات المعرفة، فعندما يأتي الحديث عنكم تتوارى كل الكلمات والأحرف خجلا ورهبة. إنه الخريج حصد الله أحمد سليمان. عندما يتوارث الناس روائع الأشياء تكون الخصال بمعاني الأصالة وألغى التهذيب. هكذا كنتم وهكذا التقيناكم وهكذا تبواتم في قلوبنا أماكن لا يدخلها إلا الملوك. إنه الرائع دوما الخريج الباشمهندس عمر عبد الله عثمان. يفرح يا النور ومن القيرك وكد ينجح يا باكور. الخريج عوض محمود شريف. ألف ألف مبروك. تلاحق تهنئة وأمنية تسابق أمنية بمناسبة التخرج. ألف ألف مبروك الخريج أحمد سليمان.
التهاني والتبريكات إلى الخريجة الرائعة بروعة الذين يتواجدون معنا سليمان عثمان، آلاف التهاني والتبريكات. الخريج الرائع بروعة هذه الأمسية التي سوف تظل عالقة بذاكرة التاريخ، علي إدريس محمود، ألف ألف مبروك التخرج. والتبريكات إلى الخريج القادم، ونطلب من الجميع أن يصفقوا له، إنه خريج أحمد أنور. ألف ألف مبروك الخريج حامد هم إدريس، آلاف التهاني والتبريكات. ألف ألف مبروك الخريج عبد السلام صالح. نسوقها إليك فتأتي طائعة الخريج علي محمد آدم، ألف ألف مبروك. الخريج الرائع دوماً الزبير محمد صالح، ألف ألف مبروك. الخريج إنصاف محمود، ألف ألف مبروك. الخريج خالد عثمان الحاج، ألف الخريج سهام بشير، آلاف التهاني والتبريكات.
ألف ألف مبروك التخرج. الخريج آل السيب محمد أحمد. رجال السيف آدم ألف ألف مبروك التخرج. الخريجة آمنة محمد نور آلاف التهاني والتبريكات. الخريجة القادم الرائع دوما عبد العزيز محمد ألف ألف مبروك. أحبتي الخريج القادم هو رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للطلاب الإريتريين، وأستعير هذه العبارات من الشاعر روض الحاج وأقول له: حسبي بأنك سيدي جهرا أنادي باسمك المنسوج في بذل التوهج والجمال، حسبي لقاؤك في عيون الناس في بلدي جنوبا أو شمال، يشبهونك مشية أو قامة أو سورة، لكنهم ويحي أنا لا يشبهونك في الخصال، هناك يكون عرق مأساتي يعاودني السؤال، يا ويلها الخرطوم كيف أطيقها، تبت يد الخرطوم إن لم تحتويك نيلا وتاريخا وصرحا من جلال. إنه خريج رائع دور هؤلاء الخريجين إدريس محمد جابر. جزيتم خيرا. Thank you.
البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب من أجل عينيك الحزينتين من أجل عينيك الجميلتين يأتي زحفنا يأتي زحفنا من أقدس الدروب من أقدس عشت بها عشت بها طفولتي يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي آه يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي يا لي يا أنت يا ضحية الحروب